سلام البنات، ان شاء الله نهاركم زين على بركة الله. في هذه الصبيحة حندير معكم حلوة تقليدية ضروري تكون حاضرة في الأعياد والمناسبات والأعراس. حندير معكم البنات مقروط اللوز على أصوله بجميع أسراره وبجميع أسرار الورشات. حنجبد لكم كامل الخبايا تاع الورشات باش ينجح لكم مقروط اللوز. ألوغ على بركة الله، حاجة الأولى قبل ما نوجدوا المقادير البنات، اللوز عندي لوز، شوفوا لوز منقي ما حمصتو ما والو، وزنتو كيلو و400 غرام. فوالا باش تشوفوا الميزان، خاطش المقروط اللوز عنده مقادير مضبوطه. كيلو و400 غرام. فوالا نروح نرحيه البنات باش ما نطولش عليكم لا فيديو. نرحيوه مرقيق رقيق كيما تاع لي فروي تاع بادامون تاع الفواكه، ما يكون شويه شويه على تاع الفواكه. نرحي اللوز تاعي ونولي لكم. انا رحيت اللوز البنات، شوفوا كيفاش رحيته، مرقيق رقيق ما خشين. هذا هو القوام تاع مقروط اللوز. الوغ البنات نروحوا للمقادير. عندي كيلو و400 غرام لوز رحيته، يعادلوا 500 غرام سكر المائده. كيلو و400 يعادلوا 500 غرام سكر المائده. علاش؟ نورمالمون البنات الكيله تاع اللوز، قاعده مقروط اللوز لنجاح مقروط اللوز، الكيله تاع اللوز يعادلها نصف الكيله تاع السكر. نورمالمون درت كيلو و400 لوز، ندير 700 غرام سكر المائده. انا نقصت هذوك ال 200 غرام، قولوا لي علاش، باسكو حندير ملعقه من التريمولين. بزاف متتبعات قالوا لي ورينا كيفاش تخدموا بالتريمولين، إبا اليوم جات الفرصه حنوريكم كيفاش نخدموا بالتريمولين. لا ما كانش عندكم تريمولين، توجور القاعده تاع مقروط اللوز، الكيله تاع اللوز يعادلها نص الكيله سكر تاع اللوز. ان شاء الله تكون وصلت لكم المعلومه. الوغ كيلو و400 لوز، 500 غرام سكر المائدة. ضروري البنات سكر المائدة، ما توسيوش سكر ناعم، سكر غلاس، باسكو يخرج لكم يابس. ملعقة كبيرة تريمولين، رشة ملح، ضروري تكون رشة ملح في جميع الحلويات لأنه كمادة حافظة. مغرفة لافاني. نحتاج البنات مبشور الليمون. تاني استوس لنجاح مقروط اللوز الليمون. مبشور الليمون لازم نخيرو الحبه قارص صفراء. شوفوا البنات نخيرو حبه قارص ليمونه صفراء، ما نديروش الاخضر، كان نديرو سكرفيج تاع الاخضر يخرج لنا المقروط اللوز يخرج لنا مر. تانيك نحتاجو البنات كميه من المارغرين التوريق. انا راني خدمت بصالحه مارغرين التوريق، ذوبتها البنات خليتها تبرد. نديرو انا عندي كيلو و400 غرام لوز، حندير 14 ملعقة اكل مارغرين التوريق. القاعدة تانيك واش تقول، كل 100 غرام من اللوز يعادلها ملعقة كبيرة اكل من المارغرين. تانيك البنات حندير اربعة بيضات كاملة يعادلها زود صفار بيض. تانيك من قاعدة مقروط اللوز، كل 700 غرام من اللوز يعادلها زوج بيضات كاملين وواحد صفار. ان شاء الله وصلتكم المعلومة. الو شدوا ورقة وسجلوا، نعطيكم القاعدة الأساسية لنجاح مقروط اللوز. كل 100 غرام لوز يقابلها ملعقة كبيرة مارغرين. ضروري القارص يكون الأصفر. كل 700 غرام لوز يعادلها 250 غرام 250 غرام سكر المائدة. 250 لا درنا التريمولين، لا ما درناش تريمولين. كل 700 غرام لوز نديرو 350 غرام من السكر، وكل 700 غرام لوز نديرو زوج بيضات وواحد صفار. ديروا هذه القاعده، سجلوها البنات، وكل ما تضاعفوا الكميه زيدوا جميع المقادير. الوغ على بركه الله نروحوا نبداو البنات. حاجه الاولى نحكموا ان ريسيبيون ولا ليان، نفرغ اللوز تاعي. بسم الله
للامانه البنات كيلو ورطل كيلو و400 لوز حيخرج لي 40 حبه، الوزن تاعها بالتقريب 50 غرام، يعني شبه وهمه. شوفوا البنات فوالا، حندير رشه ملح فوالا، ندير لافاني، شوفوا راهي بيان بومبي فوالا، نزيد شويه هنا البنات تبعوني وقتاش نديرو التريمولين. التريمولين قلت لكم نديروه مع النواشف، يعتبر كماده حافظه ويسهل لنا الخدمه، شغل ما نخلوش مقروط اللوزيبات بعد زوج سوايع نخدموه. شوفوا البنات حندير ملعقه من التريمولين فوالا، نحطوه هكذايا بكل سهوله. فيج الليمون، شوفوا كيما في كيلو و400 لوز درت 6 ليمونات سكرفشتهم، 6 ليمونات معروف مقروط اللوز بريحه الليمون. لما كانش عندكم بزاف الليمون سكرفشت تاع الليمون زيدوا باتاغوم تاع الليمون. دوكا البنات واش حنضيف فوق هذا الخليط، حنضيف 14 ملعقه زبده التوريق. شوفوا البنات ذوبتها وخليتها تبرد، راهي بردت لي ما ديروهاش سخونه. حندير 14، قلت لكم كل 100 غرام يعادلوا ملعقه كبيره من زبده التوريق. احسبوا معايا البنات، ها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 نزيد 13 فوالا 14 الملعقه. فكروني البنات ندير لكم، نكتب لكم في صندوق الوصف اسرار هذوما القاعده تاع النواشف هذوما. نخلي بجانب البنات على غير العاده كيما مالفين، ندير نخلي هذوما بجانب، نروحوا للسوائل. الوغ البنات شوفوا واش عندي، عندي أربع بياض، أربعة بيضات كاملين وزود صفار، أني خلطهم، قلت لكم كل 700 غرام لوز زوج بيضات وواحد صفار، حندير لهم رطل سكر، 500 غرام سكر المائدة، فوالا. هذه تاني سر من أسرار نجاح مقروط اللوز، أني درت سكر فوق البيض البنات. رانا في الورشات واش نديرو، كاين طريقتين، الطريقة اللي حنديرها لكم سهلة، والطريقة الثانية أنه بعد ما نخلط السكر مع البيض نحطه فوق حمام مائي، نحطه فوق حمام مائي باش يدوب السكر مع البيض باش يتسهلنا تعسيل مقروط اللوز. لكن بزاف متتبعاتي ومبتدئات يخافوا الحمام المائي، يخافوا يقول لك تنحرق لنا هكذا. أنا حندير لكم الطريقة التاعي، شوفوا درت السكر مع الـ مع الـ مع البيض، نخلط. هادي تانيك أستوس من نجاح مقروط اللوز. دابيتود أمهاتنا ربي يحفظهم، ربي يرحمهم، ربي يحفظ الأمهات الأحياء، كنا نديرو كلش مباشرة، فوالا سي بوغ سا نخلو مقروط اللوز يبات. نبقى نخلط بالفوي هكذايا، تقدرو تفاسو بالباتر، معليش أنا حبيت كاينين ما عندهمش تانيك الباتر. نبقى نخلط على الأقل مدة 10 دقائق، وهذه أسهل طريقة خير من الحمام المائي. نبقى نخلط حتى يتضاعف الحجم نوعا ما ويولي لون أبيض. شوفوا اللون تاعو تبدل، ورانا نحسوا بلي هذاك السكر راهو خفيف في الفوي بين يدينا، يعني أنه داب. فوالا شوفوا القوام كيفاش. فوالا هاد المرحله واش نديرو، نولو نخلي هذا بجانب ونروحو للوز تاعنا، نخلط المكونات اللي درتهم مقبلات، التريمولين والمبشور الليمون وزبده التوريق. فوالا شوفوا نخلط، ما نضغطش مليح، نحاول ندخل المارغرين زبده التوريق في اللوز تاعي. فوالا هذه هي طريقة تانيك لكيفاش نخدمو تريمولين في جميع العقدات كما قلت لكم. نبقى نخلط هكذايا،
راني نتبعوني البنات، راني ندير لكم مقادير مضبوطه ومقروط اللوز ناجح 100% ويجي معسل ما يحبط لكمش في الكوشه. هلا شوفوا اني دخلت كامل المكونات في بعضهم، شوفوا كاش ولا لي القوام. نعاود نذكركم البنات كيلو 400 حيخرج لي 40 حبه مقروط اللوز او 41، لا خرج لي انا طلبيه تاعي 40 حبه، لا خرج لي 41 حبه. نقسم معكم حبه البنات. شوفوا ما نخافوش المقادير مضبوطه، نفرغ كامل الخليط. شوفوا الخليط تاعي كاش ولا فوالا. ومن بعد لا خصنا البيض، لا شفنا العقده تاعي ناشفه البنات، نبداو نضيفوا في بيضه بالعقل. بسم الله نبدا نلم، ما نخافوش كي تشوفوا هكذايا. العقده تاع مقروط اللوز ما تكونش جاريه، تكون حاكمه روحها. فوالا نعاود نقول لكم، لا خرج شتو العقده تاعكم ناشفه، زيدوا بيضه كامله ضربوها وبداو فرغوا بشويه. ريحه القارص مع الصباح الله يبارك. نبدا ندخل البيض والسكر او ميم طون، تريمولين او يلعب دور هنايا. فوالا اظن انه العقده تاعي شغل خلاص ما يخصهاش البيض، ربما البيض تاعي دي فوا تكون حبه صغيره، سي بور سا تجينا ناشفه. انا البيض تاعي كان شغل شويه كبير، مازلني شوفوا شغل راني نعجن فيه بنات. فوالا تحسي بلي ماهوش ناشف. كيفاش نعرفوا بلي ما خصناش البيض؟ دوك نقول لكم، شوفوا البنات كي ندير حربوش هكذايا فوالا ما يكونوش فيه تشققات. شوفوا ما فيهش تشققات، هذا يعني انه ما نزيدوش ما يخصناش البيض. فوالا لم العجينه تاعي او الحشو تاعي نحاول نقسمه حربوشات هكذايا فوالا، خاصه كي تكون عندنا طلبيه شويه كبير. نلمو هكذايا بنات الحربوش تاعي فوالا، شوفوا الحربوش تاع مقروط اللوز ما فيه ولا تشققات. نخليهم نلمهم كامل البنات، كل هكذا كل حربوش البنات باش تشوفوا العمليه سهله، نديروه في كيس بلاستيكي. نخلي هكذا البنات، شوفوا ديما نحب نسهل لكم الطريقه. فوالا هكذايا نخلي هكذا البنات يريح يعني برا الثلاجه لمده ساعتين. كي درنا التريمولين البنات، كي درنا التريمولين ساعتين نخدموا به، او مباشره كي تكون طلبيه مزروبه مباشره. لا ما درناش تريمولين ضروري مقروط اللوز يبات ليله كامله، اللي درتوه في الليل طي خدموه صباح، لا درتوه صباح اخدموه في الليل. بعد ما ريحت العقده تاع المقروط اللوز تاعي، شوفوا البنات فوالا، في فوق طاوله العمل نشكل حربوش. شوفوا القوام ديالو، حربوش كيما المقروط. شوفوا البنات كيفاش راهو ليس فوالا، ما فيه ولا تشققات الحربوش تاعي. ندور هكذا باش تشوفوا مليح فوالا. نبدا نقطع المقروط اللوز. ما يخفالكمش البنات باللي مقروط اللوز في الكوشه يتنفخ. شوفوا القوام تاعو، عطيتكم مقادير مضبوطه. دوكا نقسموا البنات بالتقريب 46 48 46 و 48 في الميزان. تقولوا لي كيفاش راكي توزني؟ انا نكيل بزود صبعتين، بزود صبعتين تاعي. دوك تشوفوا البنات، شوفوا مقروط اللوز باش دير فورمه تاعو شابه، ما نقطعش هكذايا، نقطع توجو هكذا. شوفوا
راني معوجه الموس فوالا بسم الله. وكي نقطع ما نضربش ديراكتومون، باغ اكزومبل هكذايا وعندي شويه ما نقطعش هكذا ديراكتومون، نو نقطع بشويه نحل. شوفوا هكذايا ونقسم، شوفوا البنات نوسي زوج صباعتين ونقطع زوج صباعتين ونقطع، ما نعبرش من الفوق باش يبقى لي بومبي فوالا فوالا. هادو ما اكيد من بعد نديرو بهم حبه، نرفدو الحبه تاعي نوليوها هكا فوق طاوله العمل بلي كوبات فوالا، نشكلوها يا حبه مقروط اللوز تاعي، نوزنها معكم البنات باش تشوفوا فوالا. نحطها فوق الميزان، شوفوا 46 غرام، قلت لكم ما بين 46 48 غرام. هذه هي الحبه تاعي وسوزوت صبعتين، نشكلها مليح ونحطها مع خواتاتها. ديجا انا خدمت حبات البنات فوالا هكذايا، شوفوا الشكل ديالو، كمل الحبات تاعي ونولي لكم. انا شكلت مقروط اللوز تاعي البنات كامل، حطيته في سنيوة كما راكم تشوفوا، الكوشة تاعي راهي تسخن فوالا، نديرها نار قليلة. مقروط اللوز ما يطولش في الكوشة، يعني ما بين 4 دقائق الى 5 دقائق فقط، ما تزيدولوش البنات. شوفوا القرص، شوفوا القوام ديالو البنات فوالا. ما حداري البنات نعاود لكم، ما تزيدوش فوق 5 دقائق، خليه يطيب، نعسوه مليح باسكو هو عارف الطياب ديالو. دوكا البنات حنوسي ديكوراسيون تاع مقروط اللوز. الوغ البنات ديجا راني خدمت عجينة السكر، ندير لها كمية من التيلوز هكذا شوية البنات، دائما نستعين بالمايزينا، النشا، السيليكون، كاين هذيك تاع ريشة، كاين هذي ريشة رقيقة، وهذي ريشة تاع السرخس. أنا حنخدم ريشة تاع السرخس، بزاف ناس يتفادوها يخافوها باسكو هاد لابوانت رقيقة. دوك نوري لكم الطريقة كيفاش تخرج لنا شابة. الوغ نحكم عجينة السكر، شوفوا كاش نروليها، الفوق نخليها خشينة والتحت نروليها رقيقة، شوفوا كيفاش. دائما طيحوا في الغلطه تبداو من الفوق تخدموا الريشه هذه، نو هي تحكموا مول السيليكون تحلوه. شوفوا كاش حليتو، اني دخلت عجينه السكر لداخل، شوفوا نحطها فوق طاوله العمل ونبدا نضغط. دوكا لو فات دخلنا هذيك الريشه ما نخافوهاش، اكيد تنجح لنا. شوفوا البنات ندخل في لي بوينت هذوما، نشكل هذوك لي تيج تاع السرخس فوالا، نضغط مليح، شوفوا بكل سهولة نضغط هنايا، شوفوا وتتنحل، شوفوا الريشة تاعي كاش جات. لو كان تبداو من الفوق هاد لابوانت ما تجيش، نسقمو شوية هاديك لابوانت تاعي. ديجا أني خدمت الله يبارك فوالا. زين نخدم معكم حبة البنات باش تفهموا مليح، ديما نخدم معكم حبه. شوفوا كاش نولي عجينه السكر، الفوق نخليها خشينه لتحت نخليها رقيقه كما كنتو تشوفوا. نحكم مول السيليكون نحلو هنا، ندخل في هذيك لابوانت، ومن بعد نستعين بالنشا المايزينا ونضغط فوالا هكذايا. شوفوا بكل سهولة نحي الريشة تاعي، هذه هي الريشة تاعي دوري ميتاليك، حنوسي ناكخي دوري. شوفوا فوالا، ندير كمية، نزيد كمية من سولفون راهو جديد فوالا، نفرغ في البوشون ونفرغ، نخلط لا. انا تحصلت على دوغي ميتاليك، ندير لي هاد الادوات
نجي لهنا بو عندكم اختيارين البنات، تحبوا كي تحطوا الريشه فوق الحبه حلوه وتوصلها الدوغي ميتاليك، ولا تحبوا تخدموا هكا. انا دو بريفيرونس نخدم هكذايا الحبه تاع الريشه نسبخها، اني حابه نسبخها كامل. دابيتود نوصي غير لي بوينت، ايبا هاد الخطره حنسبخها كامل. شوفوا البنات فوالا فيني واه هنا في لي كوتي مليح، اي فوالا هذه هي الريشه تاعي. بنفس الطريقه نصبغ كامل الريشات، طريقه جد سهله. او طاب لي مقلوط اللوز تاعي البنات، شوفوا الشكل تاعو هو هو، خليته يبرد. دوكا نروحوا نوري لكم طريقه التسكير، طريقه التسكير، وهذه الطريقه ناجحه 100%. اون استوس حنوريها لكم. بيان سور نوجدوا هاد الكرياج هدايا يساعدنا. وعندي سكر ناعم سكر غلاس البنات، ديجا سكرته معايا، درته في ساج كيس بلاستيكي، كيس غذائي، كيس بلاستيكي، اني وجدته على بركه الله. دابيتود الحلويات التقليديه كي نجو حنا نسكروها نديرو المزهر ولا الشربات. فوالا اليوم جبت لكم اون استوس، حنوري لكم هاد لاستوس البنات باش نسكروا كي نجو نسكروا الحلويات تاعنا ما يبسلناش اولا سكر غلاس، ما يرفدلناش بزاف سكر غلاس، اون بلوس ما تقعدناش هذيك الطبقه يابسه. الوغ واش عندنا؟ عندنا كاس غربة زيت، عفوا كاس غربة ماء الزهر، شوفوا كاس غربة ماء الزهر، حنضيف له ملعقه كبيره سكر ناعم، وحندير ضيف له البنات ملعقه كبيره فارينة. شوفوا البنات نخلط كامل المكونات. انا خلطت جميع المكونات، شوفوا البنات اللون كيفاش جا. فوالا دوكا نحكم الحبه تاعي تاع الحلويات. فوالا نمرغدها هكذا، نغطسها برك، جوست نغطسها ونحطها فوق الكرياج ولا اي او بابي تاع بابي مشواغ، نحطوها باش تقطر هكذايا، ما نخلوهاش بزاف. شوفوا المرغد نغطس الحبه تاعي. فوالا راني مع الصباح، راني مدوخه مع الامتحانات، ان شاء ربي ينجح كل تلاميذ ويفرح كل الاولياء. شوفوا البنات نبداو كي تكون عندنا طلبيه، ولا نبداو نديرو بالعشرة ولا بالخمسه، نخلوهم يقطروا هكذايا. اي فوالا كيما راكم تشوفوا انا نخليتهم يقطروا. لا كنتو مزروبين البنات ديروا قلت لكم بابي من تحت ومسحوا الحبه من تحت باش تخرج لكم متحوفه وما تتعبكمش في الخدمه. يلا مع بعض نروحوا نسكروا مقروط اللوز تاعنا. خلاص البنات نحلو في الكيس البلاستيكي، نبداو نديرو بالكيلو هكذايا، نحكم الحبه تاعي نمسحها، شوفوا من تحت راهي مشمخه، نمسحها من تحت ونحطها لداخل فوالا بكل سهوله. باش كاش درتو نغطيه كامل بالسكر غلاس كيما راكو تشوفوا. فوالا نغطي الحبات تاعي كامل مليح ونغلق عليها هكذايا، نغلق عليها نخليه 10 دقائق هكذا باش نكملو التسكير. علاش نغلقو الساشي على سكر غلاس؟ باش ما يبسلناش بالهواء بنات. اي فوالا بعد 10 دقائق حنبدا نسكر، نحل الساشي. ديجا انا بديت نرفد نجبد الحبه من تحت، شوفوا بسم الله نحي السكر الزائد كامل ونبدا نسكر، نمسح الحبه من تحت هكذايا ونبدا نسكر البنات. شوفوا بطريقه جد سهله. فوالا راح ندير سكر غلاس في الصفايه ونغطي كامل الحبه تاعي. شوفوا البنات كاش جاتني. فوالا انا بيست حندير ديكور بالدوغي، درت حندير دونتيل دوغي، نخدمو هكذا. كي تكون عندكم طلبيه خدمو كلش على خطره. فوالا نحكم الاوراق هذوك اللي خدمتهم معكم من قبل، شوفوا ما همش يابسين، نقدر نقوصهم، نقدر الوغ ما كان له نديروا الطليه، لا كانت الطليه ديروا الطليه هكذايا ما يبوجيو ما والو. نحكم الحبه تاعي بالطول
هذيك لاتيج هذيك نديرها هكذا ونضغط، ما تجيش يابسه، تجي على حساب الفورمه تاع مقروط اللوز. شوفوا البنات المقروط اللوز تاعي كشجر. فوالا نحطها في السنيوه. زين نخدم معكم حبه البنات باش تشوفوا. شوفوا نجبد الحبه تاعي، نحيلها نمسحها من تحت اللي سيها، نبدا نواسي السكر غلاس هكذايا. شوفوا بكل سهوله، شوفوا بهذيك الشربات هذه كيفاش راه حاكم لنا سكر غلاس، ما نلقاوش تعب فيه. فوالا مقروط اللوز الوصفه تقليديه، لكن شاك فوا نجددوا حاجات. نرفد لا دونتيغ، نحطها في الكيسات. فوالا نرفد هذيك لاتيج هذيك، نعاود راهي طريه البنات. شوفوا تجي مقوسه، ما تجيش واقفه فوق الحبه تاع مقروط اللوز. نضغط عليها اي فوالا، حبه مقروط اللوز تاعي. بنفس الطريقه نكمل الحبات تاعي ونولي لكم. هذه هي طلبيه تاع مقروط اللوز اللي شاركتها معكم البنات، انا كملتها. ان شاء الله تبعتوا جميع الخطوات وجميع اسرار مقروط اللوز، عطيتكم خطوه بخطوه مع تقنيه تريمولين. فوالا ما حبيتوش ديروا تريمولين ما عندكمش، كيما قلت لكم في الكيلة رجعوا نفس الكيلة 350 غرام. مقروط اللوز وصفة جزائرية تقليدية أصيلة، زدنا لها بعض الإضافات. فوالا زدنا لها بعض الإضافات كيما كنا نشربوا في المقروط اللوز، كيما تريمولين. فوالا تريمولين بالنسبة لأصحاب اللي يخدموا الطلبيات هكذايا، كي نخدموا باش نربحوا الوقت فقط. هذه هي مقروط اللوز البنات، ان شاء الله عجبكم الديكور، ووريت لكم لي ديتاي كامل. ولا عجبتكم لا فيديو ديروا لايك وابوني للقناه، ومنكم وبكم استمر عفوا. هذا هو الرقم تاعي البنات، اللي تحب تتصل بيا مرحبا بها. فوالا ولا حبيتوا تجوا في الخاص مرحبا بكم كذلك. قناتكم الصفحه صفحتكم، ودائما بكم استمر. اي شخص لي حبيبه صغيره الاخرى انا حابه نحلها معكم باش تشوفوا القوام مقروط اللوز بالتريمولين. شوفوا حتى عجينه السكر، شوفوا الطراوه اللي فيه. فوالا هذا وندرتو، شوفوا كيفاش جا التعسل، شوفوا كيفاش جا معسل البنات. وصفة ناجحة 100% بكل الخطوات. شوفوا البنات كيفاش القوام ديالو داخل الكشجة معسل. جربوا الوصفة، طريقة سهلة وتنجحوا فيها ان شاء الله. مع احتساب السعر البنات، مقروط اللوز كيما درتو بوزن بين 46 و 48 غرام، مع ديكور بعجينة السكر. نحسبوه البنات مع غلاء الأسعار، نحسبوه يلحق حتى الكنزميل. فوالا يلحق حتى الكنزميل. لما درتوش لا ديكوراسيون بعجينة السكر احسبوه 14000 ولا 13000، كل على حسب الطلب. الوغ البنات هاد الطلبية تاع الأخت أشواق برينك سيدو، راهي معنا في الصفحه والقناه، عندها قطع الشرط تاع خوها. الوغ تفضلت الحلويات التقليديه باش تديها عروستهم في قطع الشرط. نقول لك اشواق ربي زين السعد وربي يتمم ان شاء الله، وان شاء الله يدوم الافراح في داركم، وان شاء الله نفرحوا بنتك ان شاء الله في السانكيام اني، ونفرحوا بها ونديروا لها احلى كيكه واحلى حلويات. ديديكاس للأشواق برينكسيدو مع عروستهم ومع خوها العريس. سلام.